خلال 4 سنوات فقط انتهت الدولة المصرية بكافة أجهزتها من تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية. المزيد عن هذه المشروعات في سياق هذا العرض مع رجاء رمزي. أهلا بكم. استطاعت الدولة المصرية خلال 4 سنوات الماضية تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك في عدد من القطاعات، ما يجعل هناك تحد كبير أمام الرئيس القادم في استكمال ما بدأته الدولة. في العرض التالي نستعرض معكم جزء من إنجازات السنوات الأربع الماضية. أول هذه الإنجازات نتحدث بالتأكيد عن الطرق والكباري. في 2014 تم البدء في تنفيذ المشروع، ووصل حجم العمل به إلى أكثر من 7000 كيلو متر خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 بلغت استثمارات المشروع نحو 22.5 مليار جنيه. شملت 10 طرق جديدة بتكلفة بلغت 12.8 مليار جنيه. أيضا تطوير 2000 كيلو متر من الشبكة الحالية بلغت نحو 5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 4 محاور في النيل وإنشاء أيضا 18 كوبري علوي. كان هذا فيما له صلة بالطرق والكباري. فيما له صلة أيضا بالطرق والكباري، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الجاري تنفيذها 32.9 مليار جنيه، تشمل 10 طرق و8 محاور على النيل و10 كباري علوية. أما المشروعات الخاصة بالكهرباء، فعملت الدولة على تطوير هذه البنية الأساسية التي تستخدم في الكهرباء، حيث استكملت محطتي بنها والعين السخنة بقدرة بلغت 4500 ميجاوات. كما وقعت الدولة اتفاقية تاريخية مع شركة سيمنز الألمانية، وذلك لإنشاء محطات توليد بني سويف والبرولس والعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إضافة 14400 ميجاوات للشبكات القومية للكهرباء، ليصل إجمالي قدرات الشبكة القومية إلى ما يزيد عن 25000 ميجاوات، وهو ما يعادل 12 ضعف قدرات السد العالي، فضلا عن البدء في إنشاء محطة الضبعة النووية التي تضيف 4800 ميجاوات. كان هذا فيما لا وصل به المشروعات القومية الخاصة بالكهرباء. نتحول بكم إلى البترول والثروات المعدنية، حيث نجحت الدولة في إنهاء أزمة نقص المواد البترولية من خلال توقيع 62 اتفاقية باستثمارات تقدر ب 13900 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز، على رأسها بالطبع حقل ظهر للغاز الطبيعي الذي يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، تقدر احتياطياته ب 30 تريليون قدم مكعب. هضبت الجلالة أحد المشروعات القومية الكبرى التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشرف بالطبع على تنفيذها، يقع على طريق ما بين العين السخنة والسويس بمساحة تصل إلى 17000 فدان على ارتفاع 700 متر من سطح البحر، يعمل به 80 شركة من الشركات المصرية وأيضا نحو 80000 عامل وفني ومهندس، ذلك بحسب بيانات القوات المسلحة. تم الانتهاء من 70% من هذا المشروع، حيث تم إنجاز طريق العين السخنة الزعفرانة بطول 82 كيلومتر بعد شق الجبل. الانتهاء من 90% من منتجع الجلالة، هذا طبعا منتجع سياحي، وإنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية بطاقة تبلغ 1,000,000 طن سنوية. أيضا الانتهاء من محطتين لتحلية مياه الشرب بطاقة تصل إلى 150000 مكعب يوميا. إذا مشاهدينا، كان هذا استعراض سريع للمشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار 4 سنوات الماضية. شكرا لكم. شكرا رجائي على هذا العرض المعلوماتي.